يا جماعة يا جماعة، عيد الجوزي وأنا عارفاه، لازم نبقى قد التحدي، عشان كده لازم نعمل خطة تنفيذية رائعة عشان نكسب الانتخابات. يا حبيبتي أنت دلوقتي عندك مشكلتين، أو بمعنى أصح عندك مصيبتين، أمه القرشانة وأخته أم لسان قد كده. برافو عليكي يا نوجة إنك قريتيها، عشان كده لو كسبنا أصواتهم أكيد هكسب الانتخابات. مش هتقدري يا حبيبتي، دول بونيش، دول حاجة بيئة، حاجة عرة كده، ما أعتقدش إنك هتقدري. معلش يا مامي، أنا هعرف أتحمل وأقرص نفسي وأتعامل معاهم عشان خاطري تحملي أنت كمان. ولعلمك انا عندي حتة فكرة صايعة موت، الواد الزفت المهبهب على عينه اللي شغال عنده في البازار رمزي عامل مدير اعماله، انا بقى هخليه يبقى مدير اعمالي ويعمل لي دعاية فجرة علشان يعرف ان الناس اللي مشغلهم دول مقرفين وبيبيعوه في لحظة. برافو عليكي، دي بقى فعلا تفكيرشن في الليجن، يعني مجهنمة فعلا. يعني انا هروح اكلمه بعد شوية بقى علشان اقول له اعمل لي دعاية، ياي بقى حاجة فظيعة موت يعني. بصي يا ستي، وانا كمان عشان خاطرك انتي بس هحاول استحمل ام واخته دول لحد ما تنجحي في الانتخابات. وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه يا نونو. ربنا يخليكي، ده انا هظبطك وتظبيط مش قادره اقول لك. انا قايمه دلوقتي هروح اقعد بقى، ايه اصل امه واخته بره، فهحاول بقى اثبتهم واسايسهم وكده يعني. بليز يا مامي هاتي شوكليت انت ونوجا وتعالي نثبتهم مع بعض، كلنا نقعد نثبت بعض. يلا وزاره فيهم الشوكولاته دي ومضروبها كانوا حياتهم خالص. زباله زباله زباله. جيتوا؟ طبعا يا جماعه احنا ستات زي بعض يعني، والصح ان احنا نقف جنب بعض في الانتخابات على اساس ان احنا نمشي راينا في البيت ويبقى راي نسائي بحت. اتفضلي يا انعام، شوكولاته عمر ما بقك ذقها في حياتك، لا انت ولا سناء ولا في الاحلامات. تستاهل بقكوا. قرصيني يا بنتي، احنا في حلم ولا في علم؟ لا في علم يا ماما. كملي يا رانيا كملي. يا جماعه انا عندي برنامج انتخابي مبهر وتحفه، ولعلمكم هيحقق العدل والمساواه الفكريه النسائيه. الفكريه دي واحده قريبتكم؟ بنيش يا حبيبتي يا انعام، يعني فكريه ان كل واحد هيفكر بدماغاته لوحده ويبقى هو اللي بيختار بحريته. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سونسون يا حبيبتي؟ سونسون؟ هي وصلت لدرجة سونسون؟ ده احنا نعمل انتخابات كل شهر بقى. وحشتوني جميعا يا أسرتي العزيزة. انت كمان وحشتنا يا حبيبي، لكن ايه ده كله؟ والله انا قلت بدل ما ادخل وايديا فاضية وانا جاي من البازار كده اجيب لكل واحدة فيكو هدية. خد يا حماتي، خد يا نجم. سلام، ده انت عمرك ما عملتها، اول مرة تعملها يعني تفك كيسك. مش اخر مرة، خلي بالك كل يوم من ده. تعيش وتجيب يا حبيبي. دي المجايب ولا بلاش؟ مش شوكولاتة وبرنامج انتخابي. بالنسبة لماما وبالنسبة لحماتي العزيزة، اوعدكم السنة دي ان شاء الله هطلعكم عمرة. عمرة؟ منين ان شاء الله؟ انت لقيت اكل يا ابني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا هناك هدعي لك والله. وانا كمان هدعي لك وهجيب لك بخور. بالنسبه ربنا يخليكي، بالنسبه لك انت بقى يا سناء، انا هدفع لك مقدم عربيه جديده وانت تدفع لي اقساط بعد كده للبنك. ده حلم حياتي عادل، حلم حياتي اني يبقى عندي عربيه. انت يا بنتي انت هتصدقيه يا بنتي، ده معوش فلوس تجيب لك عربيه فول حتى. هجيب لها عربيه فول اوتوماتيك. بالنسبه لك انت كمان بقى يا نجلاء، هتطلعي رحلات مثلا 3 4 رحلات كل شهر، بالاضافه ان مصروفك هزوده زياده مبالغ فيها. اسمع كلامك اصدقك، اشوف مصروفك استعجل. خلاص ضحك عليكوا صدقتوا وريلتوا يا بنتي. يا سناء الحياه مش فلوس وبس يا سناء. فعلا فلوس وعربيه. فول اوتوماتيك، فول اوتوماتيك. تسمعك. الو فراشة الحاج رمزي تقدم الان نبدا التجارب، ولما هنقول انتخبوا مين هتنتخبوا طبعا دولا رجل البيت ورجل البازار، الرجل الشهم، الرجل الشهم دولا حبيبي. الصمت. ولما هنقول رانيا يعني الجمال، يعني الشهامة، يعني الست لما تبقى بمية راجل. انتخبوا رانيا. رانيا 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 رانيا. يا ابني اخلص يا ابني اخلص يا ابني، روح لم بسرعة الأصوات، اتكل على الله. ماشي دول، أنا واثق من الانتخابات، واثق من كل حاجة، اتكل على الله. ماشي دول.
دلوقتي يا جماعه انا ريحت ضميري، ريحوا بقى ضميركم انتوا كمان. يا ريحت ضميرك ايه يا ابو وشين؟ انت عندك ضمير؟ انت مع مين فيهم يا نقنو؟ انا مع اللي يكسب طبعا، انا بشجع اللعبه الحلوه يا حبيبه قلبي. بس عليك حد يا ترى يا ترى احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. رانيا دوله، رانيا دوله. والان نبدا في فرز الاصوات. يا ابني من غير ما تفرز اصوات ولا حاجه يا ابني، انتوا كلكم واهمين، انا كده كده كسبان، افرز يعني افرز. الورقه الاولى، انا شايف في عينيكم الدهشه والانتظار. الورقه الاولى مكتوب فيها عادل. اشكركم يا جماعه على ثقتكم الكبيره دي، وده طبعا كان منتظر، وده يعتبر اول شعاع من اشعه شمس النجاح. ودلوقتي يبقى 1-0 النتيجه، 1-0. هنفرز الورقه الثانيه. يا ترى يا هل ترى يا هل ترى؟ رانيا. انا قلت لكم، انا قلت لكم، انا قلت لكم واضح ان شمس النجاح فلسعت يا عادل، والسما بتمطر جحيم. لسه بقيت الانتخابات ولسه بقيت الاصوات تفرز. يلا دلوقتي يا جماعه ما تنسوش النتيجه 1-1. اخلص. 1-1. ودلوقتي هيبقى 2-1. يا ترى لمين؟ يا ترى لمين؟ لعادل. عادي عادي، 2-1. عادي عادي. 2-1 مين يا ابني؟ لسه في ورقه ناقصه، انت حتى فوت يعني. يعني من غير ما يبص في الورقه معروفه النتيجه. يا جماعه الامل لازم يبقى معانا طول الحياه، الامل هو اللي ادى صوته لرانيا. رانيا رانيا سلام. بس كده 2-2، كده 2-2، هنعمل ايه دلوقتي؟ كده 2-2، مش عارف، ومفيش ورق جوه، مش عارف ليه. ده ظلم، ده لا ما ينفعش يا جماعه. احنا كده مفيش قدامنا غير ان احنا نعمل ضربات جزاء، وطبعا لو عملنا ضربات جزاء عم منصب اللي هيقف ممكن هينصفها هي بدوسه. هتعمل ايه يا فالح يا شاطر يا عدل؟ لعلمك هدايا ما برجعش. ما انت ما عندكيش مشكله يا سناء. يا اخوانا يا اخوانا، احنا لو عملنا الانتخابات دي 200,000 مره النتيجه هتطلع هي هي، عشان واضح جدا ان كل واحد بينتخب اللي بيخصه. ماشي ماشي، ما دام كل واحد بينتخب اللي يخصه، هاتيلي بقى الساعه اللي انا اديتها لك يا حماد. لا جامية بابا لا. وبعدين البت سناء دي قالت ان مفيش اي هدايا هترجع. وبعدين بقى في الاهم من كل الحاجات دي، اهم صوت، اهم صوت في البيت. ايه هو بقى ان شاء الله؟ ياسمين. انتوا ناسين ياسمين؟ ياسمين دي اهم صوت موجود في البيت، وهي اللي هتقرر مين فيهم اللي هيكسب.